السلام عليكم ورحمة الله زبائننا الكرام. نستعرض اليوم جهاز أوتوميشن دكتور كينكس، الشركة الألمانية الغنية عن التعريف اللي مصنعها موجود بمدينة كولون الألمانية، مصنع كامل فقط لصناعة أجهزة فحص الصبغ والسمكرة بشكل عام لجميع أنواع الصناعات، للسيارات، لتشيك الصبغ على السيارات، لتشيك الصبغ على أي واحد بيصنع فابريكيشن مثلا السفن، مثل منصات البترول، منصات النفط، مثل البايبات المواسير، كمية الصبغ عليها، مثل الناس اللي بتصنع التنكات والفيزلات زي ما حكينا، زي الناس اللي بتصنع مثلا الخيم والفريم تبعتهم، يعني فريم الخيم مثلا وفريم الساتلايتات، أي شيء في صبغ على حديد أو ألمنيوم أو بشكل عام على مواد مغناطيسية أو غير مغناطيسية، بيستخدم هذا الجهاز عشان يشيك على سماكة الصبغ. طبعا هذا إصدار 2020، لأول مرة بينطرح بالسوق. طبعا إحنا ماخذين وكالة توزيع حصري للمصنع الألماني. وطبعا هذا الجهاز يعني معروف ومجرب لمدة سنوات طويلة. هذا الإصدار الجديد اللي راح يعمل ريبليسمنت، أو يعني خلينا نحكي يحل محل المنتجات القديمة من شركة أوتوميشن دكتور كيونكس. الجهاز رائع جدا جدا، طبعا تصميمه عصري وبيناسب الورش والعمل عليها. يعني لو شايفين كيف حجم الجهاز والربر هذا الصناعي والشاشة TFT سكرين، طبعا هذا البروب أو الحساس، يعني خلينا نقول بنسميه احنا انتجريتد بروب، بشكل يعني بلت ان كامل، فيروس ونون فيروس. طبعا اللي بده حديد لحاله فيه موجود. لو نكبس كبسة الباور، لو شايفين هذا الجهاز اشتغل بسرعة هائلة جدا. موديله 5500، بطلع عندنا السيريال نمبر، طلع عندنا الاصدار تبعه الريفيجن نمبر، وطلع عندنا كمان فيروس نون فيروس. جهاز رائع جدا، وكمان هنا لو شايفين بينفتح بالطريقة هاي، لازم تفره 90 درجة تمام بالطريقة هاي، وبعدين تطلعه لبرا بحيث يفتح بالطريقة هاي. ولو شايفين هون عندنا اللي هو شايفين، إن شاء الله تكون واضحة الكاميرا، ميد إن جيرماني، صناعة ألمانية، وعليه رقم السيريال نمبر كاتب. طبعا انتليجنت وكليفر ديفايس، موجود فيه السوفت وير مخزن بداخله، مخزن ارقام السيريال وكل شيء، وبحيث تعرف كم من مره كمان استخدمه المستخدم. وهاي لو شايفين الكبسه هاي يو ام ام اي ال، اللي بيحب يقيس في الميكروميتر واللي بيحب يقيس في المايل. بطاريات معاه جايات فارتا المانيه. طبعا لو ملاحظين كمان بيجي معاه هذه الفويلز او الشرائح اللي هي عشان تشيك قراءاته انها مضبوطه 100% حديد والومنيوم. وهذه الشرائح، جهاز رائع جدا جدا في قمة الروعة. شاشة متحركة TFT، الريزولوشن تبعها عالي جدا وفيها إضاءة. وطبعا ممتاز هذا الجهاز انه بشيء بينقل من حديد الألمنيوم اوتوماتيكي. وطبعا لما تيجي تطفي، شوف بيعد للثلاثة وبيطفي، اذا شلت يدك قبل الثلاثة ما بيطفي، علشان ما يكونش مثلا اذا كان في الجيب او في مكان برص صغير عليه هيك ما يشغله او ما يفصله، بحيث انه يوفر في البطاريات. طبعا عندنا هذا الكت، كت للفحص، طبعا فيه حديد وفيه ألمنيوم، بس علشان نشوف كيف قراءات الجهاز. طبعا هذا الجهاز مجرد اول شيء لازم نشغله. طبعا الجهاز لما يكون فيه كبسة باور افضل ما يشغل لوحده، ليش؟ علشان يوفر في البطارية وما يتم يصرف في البطارية. لو شفنا هنا هذا الفيروس، وهذا هنا القراءة 40، وهذه هنا 93. لو شايفين دقته عالي جدا بالبوينت من المايكرون، بالبوينت من المايكرون. لو شايفين هنا هذا الألمنيوم نقل بشكل اوتوماتيكي، ما في داعي ينقل يعمل سويتشنج، اوتوماتيك سويتشنج، اوتوماتيك سويتشنج. لو شايفين جدا سريع وبيعطي صوت، وبعطيك كمان اقل قراءة واكبر قراءة ومتوسط القراءات. جهاز رائع جدا. لطلب الجهاز يرجى الاتصال على 050-167-9410 من داخل الامارات، ومن خارج الامارات 029-715-167-9410. ولو قلبناه على ال المايل، طبعا لازم نطفيه ونرد نشغله مرة ثانية بحيث يعمل سويتشنج. هلا لو شايفين صار في المايل، خليه اول شيء بيعطي قراءة، بعدين ببلش يعطي
طبعا لجزء من المايل، شوف لجزء بالمية من المايل، جدا جدا دقيق الجهاز ورائع جدا. شوف هنا اللي بيقيسوا الصبغ على اي فابريكيشن، بيعملوا باودر كوتينج على الالمنيوم، اللي بيقيسوا فحص صبغ السيارات، فحص صبغ منشآت النفط والسفن والبايبات، اللي بيعمل تنكات، اللي بيعمل اي فابريكيشن بيقدر يستخدم هذا الجهاز. قراءاته سريع جدا جدا، صناعة المانية 100% تصميم وصناعة وفينيشنج. 3 سنوات اجريت الابحاث على هذا الجهاز وفحص لين ما يعني طرحوه في السوق. جهاز رائع جدا في قمة الروعة.